هناك إخلالات نحن أصبنا بها محليا في تزميل وكذلك في عدد من الجهات وصل بها حدثة أخرى. فنحن ننتقد ذاتنا كحزب بدون سيما مدينة تزميل وفق حلفائنا من 12 سنة وبيننا قاعدة انطلاق أرجعوا إلى من الصار بيننا قاعدة انطلاق هذه من كلمة أهل تزميل وليست لحزب معين بما فيه. شرفنا أن نتراسل مع الأقاليم هذه التجربة كانت إيجابية جدا ولكن للناس للعموم المشترك يجب أن لا نتراجع يجب أن نتقدم وأن نبني كيفما كان وأن الانتخابات دليل على نزاهتها وعلى تطور الحس السياسي لدى المغاربة وهو التداول الذي يتم صنعه في الانتخابات. أنا لا أطلب للناس أن يصوتوا علي طول حياتي لأنني أشتغل مصالحهم. أنا سأكون كذلك مشتغلا لمصالحي لأنني بنيت معهم مواطنتي ولو لم أكن مسؤولا محليا من واجبي أن أساهم ولا أشارك. هكذا فضلت التقدم الشرعي. فهذه القاعدة التي بناها أهل تزميت نحن انخرطنا فيها منذ بدايتها واستمرنا من بعد الانتخابات. تراجعنا في عدد المقاعد نعرف مصدره لأنه قلنا بأن لم نكن في مستوى الحضور القوي القريب مع المواطنين ربما في مرحلتنا وربما تواصلنا غير كافي أو خطابنا غير مفهوم ربما تنخدموا أكثر ولكن تنسوا التواصل مع المواطنين. هذه كل أشياء نلامسها. ضعف قدراتنا التنظيمية داخل المنطقة. يعني النفور السياسي لدى الشباب. غياب الشباب وعدم رفض تأثيرهم والإنتخاب. الهيمنة والخوف من السياسة. هذه كل أشياء عشناها كما عشنا المغاربة في جميع الجماعات. ولكن تحدي هذا الوضع من اجل تغيير العمل تشاركهم مثل عمل الشباب اليوم كاين تشوف شباب واحد العدد كنت نشوفهم كيفاش كيبانوا ولكن محلهم شباب وكثروا هذا امل بالنسبه لنا بالنسبه لنا كاحزاب سياسيه وخصوصا بالنسبه لحزب الاشتراك. لذلك لم نتردد في تحيتي للقاعده الانتخابيه او الهيئه الانتخابيه لمدينه تزميت وبجميع لانه شعرنا ان تقدمنا في مجالات اخرى في بعلامه الجماعات الاخرى والى اخره واكثر عدد المقاعد لان كما تراجعنا بشكل قوي في مدينه صحيح وقبلناه ولكن لم نلتقي والتراجع. الناس اعطوا اتهام جات رقم واحد على الميزانيه قلنا احنا مستعدين نمشيو بليون يتردد بغض النظر واش نحن نلعب معكم في الحكومه وكذا لان السوري كانت تخطط تزيد لترتيب ما بيننا وترسيخ وإضافة خصوصا ما كانش اعتراض وما كانش توجه مخالف كان بالعكس كان هناك إرادة لأجل الاستمرار في اتباع المشروع التي صوت عليه الجيل السابق من خلال ما يسمى المخطط الجماعي التابع الذي ما زال ساميا مفتوح والذي على أساسه تم التعاقد مع مختلف الشركاء تعاقدات سواء مستوى المدينه القديمه او مستوى المدينه الجديده. فاذا هذه الشفافيه وهذا الروح الرياضيه وهذا الفهم الذي نحمله ونعطيه للسياسه بعيدا عن كل ادعاء وامتلاء يعني القدره او التميز او الفئويه او كذا نحن هويتنا يساريه ونحن يساريين تنفع ونعمل من اجل بناء قطب اليسار شتتنا كيسار منذ الستينات والسبعينات ونؤدي ثمن
غيابنا وعدم فهمنا لجذرية التطور التي كنا نريد بها تحديد الدين في التطور الديمقراطي في سنة 70 و 80.